السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد، ولكن قبل بدايته لا تنسوا الصلاة على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاة والسلام. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد، والذي من خلاله راح اشارك معكم اعزائي الكرام كيف كانت ردة فعل الجماهير الكاميرونية قبل المباراة التي ستجمع بين المنتخب الجزائري والكاميرون، خاصة وان الجماهير الكاميرونية اليوم لم تفوت حرفا واحد من الندوة الصحفية للكوتش جمال بلماضي. وطبعا كان هنالك هجوم كبير وشرس جدا من الجماهير الكاميرونية إضافة إلى بعض الجماهير الجزائرية ضد الكوتش جمال بلماضي قبل هذه المباراة الفاصلة واللي راح تكون نهائي مصغر بطبيعة الحال في إفريقيا أمام هذين المنتخبين. راح أشارك معكم ردة فعل الجماهير الكاميرونية، خاصة بعدما الكوتش جمال بلماضي انتقد أرضية ملعب جابوما ستاديوم، ومن بعدها سنمر إلى آخر أخبار محترفينا. فإذا كنتم تشاهدون للمرة الأولى رجاء لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات، ولا تنسوا متابعتنا عبر حساباتنا السوشيال ميديا. طبعا اعزائي الكرام، يعني حسب هذه الجريده سي فوت ماجازين يعني الكاميرونيه، تطرقت الى بعض التصريحات التي صرحها الكوتش جمال بلماضي كما تشاهدون. وايضا يعني بلماضي في بدايه الامر صرح قائلا بان هذه المواجهه المزدوجه ضد الكاميرون ستكون اهم مباراتين في حياتي. سمعنا هذه التصريحات اعزائي الكرام في ندوه بلماضي. اما بالنسبه للجماهير الكاميرونيه ردت عليه بصوره يعني مستفزه، صرح قائلا وستكون اخر مباراتيك كمدرب. تصريحات سترونها مستفزة بشكل كبير جدا. بغيت فقط نشارك معكم ماذا تقول الجماهير الكاميرونية. التعليق المولي صرح قائلا: لدي انطباع بأن الكاميرون واثقة من نفسها، وعلينا أن نعطي كل شيء للتأهل. الجزائريون يعملون منذ إقصائهم يعني على المواجهتين. يعني هذا المعلق يحذر منتخب الكاميرون، قال بلي انه عندي انطباع بلي انه الكاميرون راهي واثقه من نفسها، خاصه ان المنتخب الجزائري كان يحضر منذ خروجهم المبكر من كاس امم افريقيا. المعلق الموالي صرح قائلا: جمال بلماضي لا اكذب عليك، لديك مباراتين متبقيتين بعد مغادرتك يعني من منصب مدرب المنتخب الوطني الجزائري، حسب تصريحاته قائلا: لان الاسود في الكاميرون لا تمزح. نعم، على بالنا بلي ما يمزحوش، لانه عندهم كواليس وعندهم بزاف حاجات، يعني ما شفناه في كاس امم افريقيا من مهازل، فرانا منتظرين يعني سيناريوهات كثيره في هذه المباراه. ما تقولوليش يا وليد راك تبالغ ولا راك متشائم، الحقيقه تقال، وراح نشوفوا ما لم يكن في الحسبان بطبيعه الحال في هذه المباراه الفاصله. ولكن رغم ذلك متفائل في هذه المباراه ان شاء الله. التعليق المولي صرح قائلا: يعجبني هذا الشعور بالرعب عندما نعطيه لخصومنا. هادو يعني فازوا بافضل مركز ثالث في كاس امم افريقيا، فما بالك لو كان فازوا بكاس امم افريقيا وكانوا هم ابطال افريقيا، يعني راح تنوض القيامه. هادو فقط فازوا بافضل منتخب ثالث. صرح هذا المشجع قائلا: كن شجاعا يا بلماضي، لان الجزائر ستكون في المونديال. هذا المعلق يعني كان يمشي عكس السرب الاخر للجماهير الكاميرونيه. كانت هذه ردة فعل الجماهير الكاميرونية بعدما بلماضي قال بأن هاتين المباراتين هما يعني الأهم في حياتي، ولازم نفوز بها مهما كلفني الأمر. جبت لكم فقط بعض المقتطفات، وحاليا ننطلق وأشارك معكم ماذا قالت الجماهير الكاميرونية بعدما بلماضي انتقد أرضية ملعب جابوما ستاديوم. بالماضي في ندوته الصحفية أكدنا لكم سابقا باللي أنه قال: علاش ننتقد يعني مدينة جابوما أو يعني ملعب جابوما ستاديوم، بل أنتقد أرضية الميدان. قال باللي أنه أرضية الميدان كانت كارثية وما تساعدناش باه نطبقوا كرة قدم. بالماضي صرح بمثل هذه التصريحات بالحرف الواحد، وعن يعني هذا التصريح انتشر عبر يعني مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالكاميرون. وصرح بعض المعلقين ردا على الكوتش جمال بلماضي قائلا: قلبه ينبض بالفعل، يعني راه خائف من المباراة بملعب جابوما ستاديوم. هما ما يحبوش اللي ينتقدهم، انا حسب ما شفت التعليقات نتاعهم يعني نلعبوا في أسوأ الأراضي وخص ما تنتقدهمش، وهذا ما كان يعيشه المنتخب الجزائري بالضبط يعني في الكاميرون. المعلق الموالي صرح قائلا: لأن هذا الملعب ملعب يعني مصطفى تشاكير أفضل من جابوما ستاديوم. هم جابوا لي فوتو يعني قدام بزاف ليه عندما كانت أرضية ملعب مصطفى تشاكير مهترئة، وبالماضي كان يعني دائما يخرج في تصريحات، وحتى اللاعبين خرجوا بفيديوهات وقالوا باللي انه راكم تخدعوا فينا، هذه ليست بابهى حله مثل ما روج على ملعب مصطفى تشاكير انذاك. هذه المباراه اعزائي الكرام وهذا الملعب اعزائي الكرام كان في المقابله التي جمعت بين الجزائر وجيبوتي، وربحناهم بنتيجه عريضه انذاك. فالجماهير الكاميرونيه كي تنتقد الملاعب نتاعها يروحوا لك للماضي تاع المنتخب الجزائري ويجيبوا اراضي سيئه. ملعب مصطفى تشاكر يعني في تلك الفتره كان سيء، وبداوا يعني يردوا علينا بتلك الصور،
وطبعا لو كان جات تلك الصور حقيقية ورسمية ويعني راها لحد الآن متواجدة مثل هذه الأرضية، أنا بالله فمي ما نتكلمش. ولكن مش أنت تجيب لي صور قديمة وأنت الملعب نتاعك كارثة تغرس فيه البطاطا نورمال. التعليق المولي صرح قال يا نزل الكرام، ملعب جابومة هو أسوأ كابوس للجزائر وإنها حالة حرب بالنسبة لنا. التعليق الآخر قائلا، سيظل يعاني الكوتش جمال بالماضي من الصدمة قريبا، وطبعا توقع نتيجة المباراة خماسية نظيفة لصالح منتخب الكاميرون. هذا في أحلامكم، المنتخب الجزائري يعني يحب اللي يستفزه، ما دامكم راكم تستفزوا فينا راح تخلصوها غالية إن شاء الله في ملعب جابوما ستاديوم. التعليق المولي صرح قائلا، عادي إذا لم يتهم الملعب فسيتهم يعني إقالته لعدم كفاءته، يجب أن يجد دائما حجة يعني غياب، حتى الهزيمة في دوالة في 25 مارس هي بالفعل خطأ يعني أرضية ملعب جابوما ستاديوم. يعني راه يقول بلي أنه بالماضي راه يدم الخسارة في ملعب جابوما ستاديوم. ما رأيكم أعزائي الكرام حول هذا التصريح؟ ننتقل الآن إلى تصريح المولي الذي صرح قائلا، هنا يعني ملعب البليدة حيث ستقام مباراة الإياب، حقل بطاطا حقيقي. هذه هي النقطة اللي أنا خرجتني من عقلي. احنا ننتقد أرضية ملعب جابوما ستاديوم على أنها سيئة حاليا، ولكن هم راحوا الخطوات قدام نتاع ملعب مصطفى تشاكر وقالوا بالله راح نلعبوا في ملعب سيء، يعني باه نكونوا يعني متخالصين. صراحة غباء كبير بالنسبة لهذه الجماهير التي تريد يعني فقط تبرئة نفسها. يعني في الندوة الصحفية في كأس أمم أفريقيا الجماهير وحتى الصحفيين عفوا الجزائريين كي كانوا يطرحوا بعض أسئلة على بالماضي على أرضية ملعب جابوما ستاديوم اللي ما كانش تساعدنا، يعني المنظمين للبطولة اللي كانوا في القاعة نتاع البريس كونفيرنس أو غرف قاعة الندوة الصحفية كامل كانوا يسكتوا في الصحافة الجزائرية. التعليق المولي صرح قائلا، العب كرة القدم وتوقف عن البكاء يا بالماضي. يعني هذه التصريحات كلها على بالماضي. التعليق الآخر قائلا، إنها مذبحة إيبوسي التي ستصيبك بالصدمة في كل مرة تأتي فيها إلى الكاميرون. مازال على حكاية إيبوسي، مازال على لعنة إيبوسي وحكاية إيبوسي حسب يعني تصريحاتهم. التعليق المولي قائلا، إنه مصدوم لا تقلق، لدينا الكثير من أطباء الصدمات هنا في البلاد لرعايتك. وطبعا صرح هذا المعلق قال بلي أنه يعني هذه الأرضية ما راهيش بيان، يعني راهي بيان بالنسبة لهم. وطبعا هذه الصورة قديمة جدا كي كان يعني ملعب جابوما ستاديوم عاد كي كانوا يفتحوه. التعليق المولي قائلا، هل يستطيع الفيفا إبداء أسباب موافقته على ملعب البليدة؟ كما قلت لكم حاليا ولاو يطالبوا هما الفيفا ويقولوا بلي انه ارضيه ملعب مصطفى تشاكر سيئه والفيفا علاش سمحت لهم به يلعبوا في تلك الارضيه. وقلت لكم بلي انه الصور قديمه بزاف، نفس الشيء يعود الى هذه الصوره الظاهره امامكم قديمه بزاف. اما بالنسبه للمعلقين الاخرين صرح قائلا، سابدا قريبا في بيع يعني المناديل لان الكثير من الدموع تتدفق في افريقيا خاصه الجزائريين الموجودين هناك، على الاقل انتظروا حتى يتم طردكم من التصفيات المونديالية ومن بعد بكيو. تصريحات مستفزة، تصريحات يعني مش في القمة من الجماهير الكاميرونية بعد ندوة الصحفية للكوتش جمال بالماضي، وتصنتوا لكل حرف واحد. ونش الصحافة الجزائرية سقسات بالماضي أنه كاين لاعبين جدد أم العكس بالماضي، يعني صدقة كي قال باللي ما راحش نعطيكم كامل التفاصيل لأنه الكاميرون راهي تستمع، استمعت لكل ما هي صغيرة وكبيرة حول ندوة بالماضي. ننتقل الآن أعزائي الكرام إلى الخبر الموالي عن تألق لاعبين محترفين، وعندنا اليوم لاعب يعني برهن للكوتش جمال بالماضي وسيعطيه حلول إضافية في المباراة القادمة، المباراة الفاصلة أمام منتخب الكاميرون، ألا وهو نجم جالاتا سراي سفيان فيغوري، والتي انتهت نتيجة مباراته أعزائي الكرام اليوم برباعية مقابلة هدفين. وهذا اللاعب دخل في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة في الدقيقة 90 إذا لم تخني الذاكرة، لعب 10 دقائق، قدم تمريرتين حاسمتين بعد لمس الكرة 9 لمسات فقط، وتمريرته الدقيقة بلغت 100% لأنه كانت عنده فقط 5 تمريرات، صنع فرصتين كما قلنا وايضا قدم تمريرتين حاسمتين. وطبعا باحد معلقي يعني وايضا محللي القنوات التركيه الرياضيه صرح قائلا، اقولها بكل صراحه، المدرب الذي لا يعتمد على سفيان فيغوري ويتركه جالسا بالاحتياط ما هو الا شخص غبي جدا. يعني اللاعب راه قدم في المستوى الكبير ما شاء الله عليه، وهذه النقاط تفرح بالماضي بشكل كبير جدا، 10 دقائق دو اسيست نحتاجوهم بطبيعة الحال في المباراة الفاصلة. أما بالنسبة للاعب الموالي يعني صراحة يخيب الآمال، ألا وهو يعني رئيس وهاب بولحي حارس علينا المنتخب الوطني الجزائري، واللي ممكن أنه راح يفقد المنصب نتاعو مكان يعني ألكسندر أوكيجا، لأنه هذا اللاعب حسب لغة الأرقام فإنه يعتبر
يعني الحارس الأكثر تلقيا للأهداف في الدوري السعودي هذا الموسم بمعدل 1.8 هدف في كل مباراة، حيث تلقى 32 هدف في 18 مباراة خاضها هذا الموسم، وخرج بشباك نظيفة في 4 مناسبات فقط. أما بالنسبة لنجمنا الدولي الجزائري وصاحب الهدف الوحيد في بطولة كأس أمم أفريقيا سنة 2022 ألا وهو سفيان بن دبكة، اليوم قدم أسيست وسجل هدف مع ناديه الفتح السعودي ضد زميله الدولي الجزائري رايس وهاب بولحي الذي تلقى يعني حوالي 4 أهداف. على كل حال كانت هذه أخبار اليوم، أتمنى أن هذه الأخبار قد نالت إعجابكم، ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام.